اكيد في كلام كتير عن مباراه اليوم بين الاهلي والمقصه في ترند الاهلي، بالتالي تعالوا نشوف الصفحات الرسميه على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا قالت ايه، ونبتدي بصفحه قناه ابطال الثلاثيه اللي هي قناه النادي الاهلي، واللي بتقول تحدي جديد بطموحات البحث عن اللقب 43 في تاريخ نادينا، يلا يا اهلي. وطبعا من خلال صوره لمحمد الشناوي وهو معاه الثلاث القاب في الموسم الماضي، وهم دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري، وكاس مصر. ان شاء الله كمان الموسم ده يكون في القاب اخرى للنادي الاهلي. خلينا نروح كمان لحساب الرسمي للنادي الاهلي على فيسبوك، واللي بيقول يوم جديد وتحدي جديد ينتظر ابطالنا الليله. وطبعا صوره لعمرو السليه، وفي الحقيقه عمرو السليه احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار الموسمين اللي فاتوا، لعيب كبير قوي. لكن في كل الاحوال هنا تنويه عن ميعاد المباراه الساعه 7:30 على استاد الاهلي والسلام. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في بدايه قويه ومناسبه لبطوله جديده ان شاء الله. يلا كوره وحسابهم على تويتر، وبيقولوا مشاركه محمد شريف تشكيل الاهلي متوقع، هنا بيتوقعوا تشكيل الاهلي، وبيقولوا ان هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، اثنين في نص الملعب عمرو السليه، حمدي فتحي، قدامهم قفشه، وقدامه الثلاثي طاهر محمد طاهر، محمد شريف، وصلاح محسن، في اشاره الى احتماليه مشاركه محمد شريف بشكل اساسي، وانا بقول لحضراتكم ده وارد وبقوه. خلينا نشوف تشكيل اخر اعتقد، او ده من خلال حساب الوطن سبورت على تويتر، واللي بيقولوا ملامح تشكيل الاهلي امام مصر المقصه، خط هجوم استثنائي، في اشاره برضو لمشاركه بعض الوجوه القديمه الجديده فيما يتعلق مثلا بصلاح محسن او محمد شريف ربما يكونوا متواجدين، بالاضافه لبعض الصفقات الجديده ربما محمد طاهر يشارك، ممكن نلاقي كهربا كمان بيشارك النهارده بشكل اساسي. عموما خلاص كلها يعني ساعه او اقل كمان من دلوقتي نعرف تشكيل الرسمي للنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل كل الامور اللي تتعلق بترند الاهلي. يلا